مخالبكم، نزلوا مخالبكم، نزلوا مخالبكم. أنا مقتول الآن. This period is right dead. Don't move. Nobody move. السيدات والسادة، جاءنا هذا الخبر العاجل. قام 5 من المسلحين يحملون الجنسية الصومالية بخطف الطائرة باترفلاي وهي متوجهة إلى القاهرة قادمة من أربيل، وعلى متنها حوالي 70 شخصا من جنسيات مختلفة. وقد ورد إلينا الآن أن المسلحين الخمسة قد أرغموا طاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على تغيير مسارها والهبوط بها في مطار نائي يبعد عن العاصمة مقديشيو بحوالي 25 كيلومترا، حيث كان في انتظارهم جماعات مسلحة تابعة لهم ومتواجدة على أرض المطار بشكل كثيف. وقد شوهد المختطفون وهم يقتادون الرهائن إلى حافلات تابعة لهم والتي غادرت المطار بسرعة إلى الصحراء في وقت لم تستطع السلطات الصومالية التي طوقت المطار من العثور عليهم. وسوف نوافي حضراتكم بالتفاصيل بعد قليل. أعلنت جامعة الضمير الإنساني الصومالية مسؤوليتها عن خطف الطائرة باترفلاي والتي كانت متوجهة إلى القاهرة ليلة أمس من أربيل.
وتطالب الجامعة الدول التي تريد الإفراج عن رعاياها المحتجزين كرهائن بدفع فدية $1,000,000 عن كل رهينة. والجدير بالذكر أنه كان يوجد على متن الطائرة 20 راكباً أمريكياً و4 فرنسيين و3 من الصين و9 من الألمان و7 من الإنجليز و8 من المصريين وفلسطينية وفلبينية واحدة. من جانبها نشدت السلطات المصرية المختطفين بضبط النفس وحسن معاملة رعاياها، ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عن الرهائن.